سيناريو أسود يخيم على الشارع اللبناني، اقتصاد متهالك ومخاوف من حرب قادمة، ركود غير مسبوق على الأسواق عربيا قبيل عيد الأضحى، الحجاج يستعدون لبدء مناسك الحج اليوم وسط قواعد طبية صارمة. برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البديري. صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. صباحك سعيد يا رين. صباح الخير عليك يا رؤى. لين، يمكن لما كنا بنشوف الاشياء الكثيره اللي تغيرت خلال الفتره اللي راحت، وكنا قبل شوي تحت الهواء بنحكي فيها انه كيف ممكن تكون اتغيرت، وخصوصا في هذه الفتره، فتره انتشار فيروس كورونا. لما نتكلم عن التغيير بشكل عام، اول شيء يخطر ببالنا هو طبعا الاوضاع الاقتصاديه والتوجهات كمان الاقتصاديه. اعتقد يا رين انه يعني اللي صار خلال فتره كورونا عمل انقلاب بشكل كبير وانقلاب جذري، خصوصا في موضوع الاستهلاك وحتى خطط المستقبل وفرض أسلوب جديد في عملية التسوق وحتى في الإدارة المالية وإدارة الحسابات الشخصية عند الأسر، والميزانيات كثير اختلفت. اليوم نشوف صورة وحالة اقتصادية مختلفة تماما عن الأيام اللي كنا عايشين أو حتى عن أسلوب ورتم الحياة اللي كنا متعودين عليه. صحيح رؤى، زي ما حكيتي مختلفة تماما عن السابق. في عنا حالة ركود اقتصادي عم من نعيشها في هاي الأيام. ينظر الاقتصاديون إلى الكثير من المؤشرات المختلفة لتحديد الحالة العامة للاقتصاد. هناك أمور عديدة مثل ثقة المستهلك، شراء السلع المعمرة، لكن هنالك مؤشر غريب جدا لقياس الركود الاقتصادي، وهو مؤشر أحمر الشفاه. صحيح لين، يمكن في تقرير هذا اللي كنا قاعدين نتكلم عنه قبل شوي، تقرير نشرته الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية، فيروس كورونا قلب مبيعات أحمر الشفاه رأسا على عقب، والسبب طبعا هو الأقنعة أو الماسك. زي ما هو معروف أنه السيدة ما تقدر تحط روج أو أحمر شفاه وفي نفس الوقت ممكن أنها تلبس ماسك، خصوصا في فصل الصيف. يعني منطقيا بطل في له داعي. أيوة. لأنه كل شيء مغطى. لكن ممكن يتوقع أنه ممكن هذه المبيعات تنخفض في يوم من الأيام. أشد المتشائمين ربما ما كان رح يصدق هذا قبل الأزمة، لكن الخبراء والاقتصاديون في شركات المكياج يرون أنه هناك توجه نحو طلاء الأظافر ومنتجات العناية بها، وربما سيعتمد عليها هؤلاء في قياس الحالة الاقتصادية من الآن فصاعدا. في وقت يواجه فيه لبنان أزمات لا حصر لها تلوح في الأفق، فصول معاناة جديدة سوف يعيشها الشعب اللبناني المثقل أصلا بالهموم والعجز، ملامح عملية عسكرية في جهة الجنوب وتحديات اقتصادية تعصف بالبلاد من كل الجهات. رغم عودة الهدوء يا لين، يعني بشكل نسبي في جنوب لبنان بعد عمليات إطلاق نار بين عناصر من حزب الله والجيش الإسرائيلي، يبقى الحذر سيد الموقف. حكومة لبنان الآن تقف على مفترق طرق. من ناحية ثانية، العودة إلى الصفر بخصوص السيطرة على تفشي وباء كورونا. أما الكهرباء، تنعدم الأمال بقدرة الحكومة على حل الأزمة، والاقتصاد اللي يعاني الأمرين. نتابع. وكأنه مكتوب على لبنان أن يعيش الويلات والمصائب ويواجه التحدي تلو التحدي. بلد الأرز بات في وضع لا يحسد عليه، وهو يمر حاليا بظروف صعبة وقاسية على الصعد كافة. ففي موازاة الانشغال الحكومي والسياسي بجائحة كورونا والموجة الجديدة التي تجتاح البلاد، يواصل حزب الله مغامراته العسكرية بعد محاولته لتنفيذ هجوم على الشريط الحدودي مع إسرائيل، ما يهدد بمواجهة أكبر على تلك الحدود خلال الفترة المقبلة. المناوشات العسكرية هذه ورغم أهميتها، إلا أنها ليست من أولويات الشعب اللبناني. كيف لا واليأس يتفاقم بينه يوما بعد يوم من قدرة السلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء. حتى فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان أكدت أن ما تم القيام به في ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء ليس مشجعا. هناك أفعال ملموسة طال انتظارها من الملح والضروري. اليوم السير عمليا على طريق الإصلاحات الجادة لكافة القطاعات. هذه الرسالة التي جئت أحملها لكل السلطات اللبنانية ومجمل القوى السياسية. إصلاحات غائبة يرافقها عودة لبنان إلى إجراءات أكثر صرامة لمواجهة أزمة كورونا، منها الإقفال التام بدءا من 30 من يوليو حتى 3 من أغسطس باستثناء بعض القطاعات الحيوية.
إلى أن التوتر في الجنوب أصبح المتصدر اليوم، ويأتي بالتزامن مع اقتراب موعد التجديد للقوات الدولية في الجنوب اللبناني في شهر أغسطس أيضا، وسط تهديد واشنطن بعدم الموافقة على ذلك لعدم التزام لبنان بالقرار الدولي رقم 1701 الذي يحظر وجود سلاح جنوب الليطاني. فمن أين ستبدأ الدولة بحل مشاكلها؟ يتساءل المواطن اللبناني المهموم اقتصاديا والمعدوم من الخدمات العامة والخائف من أزمة كورونا ونشوب حرب في الجنوب. ومع تجدد المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، عادت مهمات قوات اليونيفيل إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع قرب موعد تجديد انتداب هذه القوة في جلسة تعقد في أغسطس لسنة جديدة. أنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة يونيفيل عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425. وبحسب أرقام فبراير عام 2016 بلغ عدد العسكريين 10,521 فردا، بينما بلغ عدد الموظفين المدنيين 257 والموظفين المدنيين المحليين 591. تشارك دول عدة في قوة اليونيفيل بالجنود والخبراء العسكريين، منها فرنسا، الصين، الهند، إيرلندا، إيطاليا، بولندا وأوكرانيا وغانا. يتولى اللواء مايكل بيري منذ 19 من يوليو عام 2016 زمام المسؤولية بصفته قائدا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيسا للبعثة. من أبرز مهام اليونيفيل مراقبة وقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، والأهم التأكد من خلو المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي مظاهر مسلحة سوى سلاح الحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل المنتشرة في المنطقة. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ينضم معنا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر. أهلا وسهلا بك دكتور وصباحك سعيد. يعني المناوشات الأخيرة طبعا اللي قاعدين نشهدها، هل تعيد التفكير في قواعد الاشتباك الواردة في القرار 1701؟ يعني هي محاولة من قبل حزب الله لتغيير قواعد الاشتباك، ومن قبل إيران هنالك محاولات متكررة أكان عبر الداخل اللبناني أو عبر الحدود السورية الإسرائيلية أي عبر جبهة الجولان، بمحاولة تغيير قواعد الاشتباك والتقاط أو الإمساك بورقة تهديد المباشر لإسرائيل. ومن هنا كانت دوما الردود الإسرائيلية. ولكن إن سمحت لي، هذه الحادثة التي سبقت أو أتت بعد سابقات كثيرة إنما تدل على واقع مرير، وهو كم هي الساحة اللبنانية متفلتة، كم الاستقرار هش، وكم لبنان عرضة للتجاذبات في الإقليم، وكم يعيش على وقع الصراع القائم على في الإقليم، لأنه لم يستعد بعد كل مقومات سيادته. هنالك سيطرة لحزب الله على الواقع الداخلي، على الواقع الحكومي، وبالتالي هو يدفع بلبنان إلى هذا الصراع في الإقليم بسبب سياساته في سوريا، في اليمن وفي العراق. نعم دكتور، بما أنه إحنا عم نتحدث عن اليونيفيل بالتحديد، يعني ما الذي سيسفر عن الضغط الأمريكي بشأن تغيير مهام أو تغيير بعض المهام لليونيفيل بشأن القرار وعدم التزام لبنان بالشروط حسب ما قالت واشنطن؟ أعتقد هذا سوف يخلق نوع من نزاع داخل مجلس الأمن، وقد يقود بالتالي إلى نهاية مهمة هذه القوة. ولكن في الوقت الحاضر أعتقد أن هنالك نزاع، أن هنالك محاولة من قبل الأمريكيين لتوفير شروط تنفيذ القرار 1701
1701 تحديدا، القرار 1701 يقول بضرورة نشر القوى الأمنية اللبنانية أي الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وبشكل حصري. إذن هذا القرار نوعا ما لا يقول بوجود قوة عسكرية أخرى، وهنا الإشارة إلى حزب الله الذي يمتلك سلاح تحت عنوان المقاومة، وبالتالي يحاول الطرف الأمريكي اليوم الدفع باتجاه تنفيذ كامل لمفاعيل هذا القرار. يعني برأيك دكتور أنه هذا الشيء ممكن أنه هو يكون في نية لتوسيع نشاط اليونيفيل في لبنان؟ ليس نشاط اليونيفيل كقوة عسكرية رادعة إلا إذا صدر قرار آخر تحت الفصل السابع، إنما بصفة المراقب الخطوة هي أكثر سياسية استراتيجيات بشكل يضغط على السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ كامل لبنود هذا القرار وسد الثغرات التي يعني من خلال هذه الثغرات نرى ما رأيناه البارحة أو يوم ما قبل البارحة تحديدا، أي مناوشات ثغرات قد تقود إلى اندلاع مواجهة عسكرية ليس للبنان أي طاقة على تحملها نظرا لأوضاعه الاقتصادية. دكتور أبقى معك في هاي النقطة اللي هي سد الثغرات، يعني هنالك تعديل حصل عام 2006 في مهام اليونيفيل وكان يقتضي يعني بعض البنود اللي كانت فيه اللي هو رصد وقف الأعمال العدائية، لكن السؤال هنا في حال تطور المشهد في لبنان كيف سيكون تدخل اليونيفيل حسب رأيك؟ يعني هل سيكون هنالك تدخل فعلي على أرض الواقع أم سنشهد لربما تكرار لمشهد عام 2006؟ أعتقد سوف نشهد تكرار مع الأسف إلا إذا عدلت جذريا مهمة اليونيفيل وأتت هذه المهمة تحت الفصل السابع، أي تتيح لهذه القوة العسكرية استعمال جميع الوسائل بما فيها الضغط العسكري، الوسائل العسكرية من أجل تنفيذ القرارات. وأما إذا لم يصار إلى قرار من هذا النوع أي تحت الفصل السابع سوف تكون مهمة هذه الوحدة مهمة مراقبة ولا تردع أي مواجهة عسكرية كما حدث يعني لمرات ثلاث، يعني دخل لبنان في صراع مع إسرائيل عسكري بالرغم من وجود القوى اليونيفيل التي أتت عام يعني ولكن في بداية دكتور يعني في مراقبون لبنانيون يشوفوا أنه هناك تراخي طبعا في تدخل اليونيفيل، وهو طبعا هذا النوع من التراخي يكون في فرض وقف إطلاق النار، حسب رأيك هل هو تراخي ولا ممكن يكون نوع من أنواع الحذر؟ أعتقد أنه نوع من أنواع الحذر. دعنا نذكر أن يعني هنالك من يقول أن هؤلاء الجنود شبه رهائن لأنهم لا يملكون القدرة على تنفيذ قراراتهم بالطريقة العسكرية، وثبت في الماضي أنهم فعلا كانوا في وضع لا يحسد عليه وكانوا نقطة ضعف وما زالوا نقطة ضعف دكتور يعني اعذرني على المقاطعة يعني أكثر من دولة أوروبية. نعم، لكن بما أنه إحنا عم نتحدث أنه ممكن يكون هو تراخي أو عدم تراخي حذر حسب ما قلت في تدخل اليونيفيل في أرض الواقع، لكن نحن نتحدث هنا عن أزمة اقتصادية أثقلت كاهل المواطن اللبناني إضافة إلى انذارات بإطلاق تصعيد عسكري. يعني حسب رأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة بشكل سريع؟ السيناريوهات المتوقعة هو سيناريو كارثي يحدث كل يوم ويتطور بشكل سلبي جدا، هو الانهيار الاقتصادي المالي. هذا هو الخطر الحقيقي الكبير، أكثر من 50% من المواطنين اللبنانيين يعيشون تحت خط
الفقر، نسبة البطالة تعدت 40%، والمجاعة تدق على الأبواب، والليرة اللبنانية العملة الوطنية فقدت 90% من قيمتها. وبالتالي والأمور مستمرة في هذا المسار الانحداري، ونحن أمام انفجار اقتصادي اجتماعي هائل. هذا هو الخطر الحقيقي الذي يحدق بلبنان اليوم. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا اليوم مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، شكرا لك. طبعا ما زلنا نتحدث عن لبنان والحال في لبنان. طبعا يعني هناك بعض الأمور التي تحدث، وهو أنه في بيروت قررت الحكومة اللبنانية تمديد التعبئة العامة في لبنان حتى 30 من شهر أغسطس المقبل كإجراء احترازي ضد كورونا، وتتزايد المخاوف في الشارع اللبناني من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط خلاف بشأن جدوى الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس. نتابع التقرير. تمديد التعبئة العامة في البلاد حتى 30 من شهر آب أغسطس المقبل، وعودة إلى الإغلاق التام على مرحلتين بدءا من 30 من يونيو الجاري حتى 10 من أغسطس المقبل، وذلك بسبب ما وصفه المسؤولون بالوضع الدقيق جدا للوباء. وقد قررنا إقفال البلد جزئيا اعتبارا من اليوم وكليا اعتبارا من يوم الخميس ولمدة 5 أيام تنتهي مساء الاثنين المقبل، وسوف نفتح البلد يومين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل 5 أيام مجددا من الخميس إلى الاثنين، ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك. بيد أن استمرار فتح المطار في ظل إغلاق البلد أثار جدلا شعبيا واسعا بين مؤيد ومعارض. أنه عم بيسكروا 3 أيام عم يفتحوا يومين، عم بيسكروا، لما كل يوم عم بيصير في 200 حالة، كل يوم 200 حالة في عالم عم بتموت، يعني عم يضحكوا على الناس، عم يضحكوا على روح الناس، يعني مفكرين العالم انه هيك حياتهم يعني ببلاش. كمواطن مخاف انه يصير مثل ايطاليا، موت عباب المستشفيات، يصير بي والابن يتقاتلوا على التخت. ما بنتحمل، ما عم بقول لك، بس كمان ما في شيء ابدا من شيء، يعني صحيا اذا بدنا نحكي المواطن صحته اهم من الاقتصاد، مع انه ما نتاثر كثير. خبراء الصحة يتوجسون بدورهم من انزلاق لبنان إلى مرحلة تفشي مجتمعي للفيروس، ويرفعون الصوت من جديد إلى ضرورة إعادة الالتزام بكل المعايير الصحية والوقائية من الفيروس. ما تفتكروا أنه القطاع الصحي بخير؟ القطاع الصحي بلبنان مش بخير. أزمة الدولار أثرت كتير على القطاع الصحي، أثرت على المستشفيات، أثرت على الأطباء، على الممرضين والممرضات. نحن عم نشوف مستشفيات عم تقلص عدد عمالها، عم نشوف ممرضين عم يفللوهم على البيت، عم نشوف أطباء بلشوا يفلوا بعد ما فتح المطار. بين جدلية إعادة فتح المطار التي تسببت حسب البعض بإصابات مرتفعة وكثرة المخالطة بين الناس وعدم التزام إجراءات الوقاية، يسجل لبنان منحا تصاعديا خطيرا في إصابات كورونا وازديادا شبه يومي في أعداد الوفيات. الوضع دقيق جدا في لبنان الذي يقف على شفير تفشي وبائي مجتمعي، وفي حال حدوثه سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي في ظل وجود 500 جهاز تنفس و2500 سرير في العناية الفائقة، أكثر من نصفها يشغله مرضى. جين عفيش، الحرة، بيروت. هذا موضوع وأيضا دليل آخر على سوء الأوضاع في لبنان، حذرت منظمة أنقذوا الأطفال الأربعاء وفقا لموقع الحرة من أنه نحو 1 مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام، أكثر من نصفهم من الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان. طبعا ودفع الاقتصاد اللبناني المنهار وفق التقرير أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع، وقال إن عائلاتهم غير قادرة على تأمين حاجياتهم الأساسية من طعام أو كهرباء أو حتى وقود مستلزمات صحية ومياه. بعد قليل مشاهدينا سنتابع حركة الأسواق العربية والانتعاش المتواضع في أسبوع العيد، ابقوا معنا.
بكم من جديد. تواجه الحركة التجارية عالميا تراجعا ملحوظا بفعل تداعيات الجائحة الصحية. مؤخرا بدأ الحال يختلف قليلا مع تخفيف القيود المفروضة. لذلك أكدت منظمة التجارة العالمية أنه إبقاء الأسواق مفتوحة رح يساعد في انتعاش الاقتصاد العالمي لمرحلة ما بعد كوفيد-19. أما في المنطقة العربية بالتحديد تشهد الأسواق انتعاشة مضاعفة خلال موسم العيد والاستعدادات اللي بترافق استقباله، ولكن في الوقت اللي بتسجل فيه حركة التجارة نشاط ملحوظ يشير مراقبون أنه هذا الانتعاش خجول نوعا ما ولا يقارن بمواسم الأعياد الماضية. طبعا بالتأكيد انتعاشة الأسواق العربية يالين أو عودة الأسواق إلى نشاطها السابق يختلف من بلد إلى آخر على حسب مدى تأثرها بالوضع الوبائي من الناحية الاقتصادية أو حتى من الناحية الأمنية. يعني مثلا لو نتكلم عن اليمن اللي تزداد فيه معاناة المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى في ظل زيادة معدلات البطالة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية بسبب الحروب تدهور الاقتصاد. نتابع. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والحاجة إلى توفير متطلباته من مواد غذائية وملابس وحلويات وغيرها، اصطحب محمد العامري أطفاله في رحلة تسوق لبعض المحلات التجارية في مدينة عدن جنوبي اليمن ليصطدم بموجة الغلاء التي لا تتناسب مع مدخوله المحدود كموظف حكومي في ظل انقطاع الراتب أو تأخر صرفه في غالب الأحيان. نزلت اليوم إلى السوق لغرض تسوق لشراء ملابس العيد، والله بنصدمت بواقع غير ما كنت أتخيلها أنا، وما من ضمن البرنامج اللي كنت أعمله أنا كمبلغ محدد على أساس شراء لأطفالي، فانصدمت. أجينا هنا مشان كسوة العيد بس مع ارتفاع الأسعار والرواتب موقفة وما فيش رواتب، نحاول أن ندبر أي شيء مشان نكسر الجهال. تلف الأسعار يعني ما بين المولات والأسواق الشعبية، في ناس قادرة تأخذ من الأسواق الشعبية مش قادرة تأخذ من الأموال بسبب الارتفاع بالأسعار مع سعر الصرف مع كذا. في ناس أصلا للآن ما استلمت مرتباتها، ممكن تمر 3 شهور أو 4 شهور بدون راتب. ويشكو المواطنون في عدن وسائر المحافظات اليمنية من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني في ظل غياب فرص العمل وانقطاع الرواتب، فباتوا بين مطرقة الأوبئة وفيروس كورونا وسندان غلاء وتدني المعيشة، فضلا عن الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 5 سنوات وعدم استقرار الصرف الذي يشهد هبوطا للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومجموع الأزمات الاقتصادية والإنسانية وتعدد السلطات. اللي يعيش الظروف الصعبة القاسية اللي نمر بها بالوقت الحالي، بصفتي كتاجر أتكلم عن القدرة الشرائية لإقبال الزبون على شراء البضائع ضعيفة جدا بسبب ارتفاع سعر صرف العملة وتدهور الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. وتسببت الحرب في اليمن في ارتفاع الفقر بنسبة قياسية فاقت 90% بنهاية 2015، وخلال السنوات القليلة الماضية انزلق مزيدا من اليمنيين إلى تحت خط الفقر المقدر ب$50 للفرد في الشهر. علاوة على ذلك تنصلت الأطراف المتصارعة من دفع رواتب أكثر من 500,000 موظف حكومي انقطعت رواتبهم منذ ما يقارب 4 أعوام. مشاهدينا، في قطاع غزة لا يبدو الحال مختلف عما شاهدناه في التقرير السابق، خاصة بعد أن حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينية من تدهور القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية في غزة بسبب تأخر صرف التعويضات وارتفاع معدلات البطالة. لذلك تشهد الأسواق تراجعا بالحركة التجارية مع أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في القطاع. قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة يصطف موظفو السلطة الفلسطينية أمام البنوك في طوابير لتحصيل أجورهم الشهرية والتي تخصم منها نسبة كبيرة لأسباب تتعلق بموازنة السلطة والانقسام الفلسطيني أيضا. هذه الشريحة من المواطنين كفيلة بتحريك الركود الحاصل في الأسواق رغم تردي الأوضاع الاقتصادية. الفلوس اللي موجودة بنقضي حالنا فيها، إيش بدنا نسوي؟ الحمد لله رب العالمين. فرحة العيد هذا عيد المسلمين، والعيد بيجي مرتين في السنة، هي أعياد المسلمين مرتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لازم إحنا نفرح. صحيح في كبد وفي حصار وفي 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 كل الشغلات هذه موجودة والشعب مضغوط، ولكن إحنا اتعودنا.
حركة نشطة إلى حد ما تم رصدها في شوارع غزة وأسواقها ما بين متفرجين ومشترين، رغم القدرة الشرائية المتواضعة للمواطنين والتي تناقصت على مدار السنوات الأخيرة، ما أثر على الباعة والتجار الذين يحاولون جاهدين الصمود أمام الصعوبات الاقتصادية. العيد هذا العام الإقبال فيه ضعيف جدا، قوة شرائية ضعيفة بسبب الرواتب وتنزيل الرواتب قيمتها للنص، وهذا أثر على المواطن بشكل كبير وأثر على القوة الشرائية بشكل كبير وضعفت القوة الشرائية. وإحنا ماشيين حالنا يعني هاي العمال عامل واحد أو عاملين، كنا نجيب 10 عمال في العيد. كما تأثر سوق الأضاحي هذا العام رغم انخفاض الأسعار بسبب ضعف الإقبال. والله السنة اللي فاتت بعناه ب 17 شيكل ونص 18، السنة بالبيعه ب 16 ونص 17 شيكل، لكن ما فيش بيع خالص. يعني بنطلب من الناس 17 بقول لك لا يا عمي مش قادرين ندفع، بنطلب 16 ونص بقول لك مش قادرين. يعني لا آخر درجة طلبنا 16 وما فيش بيع كمان. وش نسوي مش عارفين يعني في الوضع، وكيف بيكون مسيرنا مع التجار اللي أخذنا منها العجول. كثيرون هم الأهالي الذين عاقتهم قلة اليد هذا الموسم عن اقتناء أضحية اعتادوا شراءها كل عام. قصة كورونا وقصة إسرائيل مسكرة مع معابرها، وانت شايف الوضع، ولا بنشتغل ولا قاعدين نتحرك ولا معنا الشكل نضحي السنة. وايش نسوي؟ كل سنة بنضحي بنفرح الأولاد الصغار عندنا في الشارع، والسنة هذه فيش عندنا. هذا وتستعد العائلات لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد عيد الأضحى، والذي يستهلك أيضا قدراتهم المالية. في كل الأحوال يبقى العيد عيدا، ولا تمنع الضائقة المادية العائلات هنا من المشي في الأسواق وشراء حاجياتهم، كل حسب مقدرته، آملين أن تتبدل الأحوال الاقتصادية إذا ما جد جديد على الوضع السياسي الفلسطيني. وسام ياسين، الحرة، غزة. للحديث أكثر ينضم إلينا من عمان المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة. أهلا وسهلا فيك سيد يوسف. يعني عربيا منظمة التجارة تشجع على فتح الأسواق خاصة في المواسم، سواء كانت هذه المواسم لعيد أو حتى لبداية المدارس وغيرها. عموما يعني اللي هنا حابين نركز عليه عن أهمية هذا الإقبال أو إقبال الناس على التسوق، أو كيف ممكن يأثر على الاقتصاد خصوصا في المناطق العربية بعد أزمة كورونا وأثارها السلبية طبعا على الناحية الاقتصادية. صباح الخير. صباح الخير. اسمح لي في البداية أن نتحدث بالنسبة لواقع الأسواق العربية. نعم. وخصوصا مع قدوم موسم عيد الأضحى المبارك، لا شك أن هناك رغبة لدى كثيرين بالاحتفال، وبالتالي العيد له طقوسه، وبالتالي ينعكس إيجابا كلما كانت القدرات الشرائية أفضل من ناحية الاقتصادية للأفراد. في المجمل أزمة كورونا أثرت على معظم الدول في العالم، وبالتالي تأثرت المداخيل الاقتصادية. من هنا يعد طبعا الطلب الداخلي أو حركة التجزئة محرك رئيسي لكافة الاقتصاديات، وبالتالي على أساسها يمكن أن نتحدث عن تحسن في النمو الاقتصادي. لكن في ظروف الجائحة العديد من الأفراد تأثروا، تباين هذا التأثر يختلف من دولة إلى أخرى وحسب ظروفها. وكما استعرضتم في تقريركم، في بلدان انهارت بعض عملاتها، وبالتالي يعني فرصة تحريك السوق في هذا المضمار ضعيفة جدا. انتشار الوباء وتداعياته أثر سواء على المنطقة العربية أو على الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي تعتمد هذه كلها على الطلب. نعم. الذي ينفذ في الأسواق المحلية. أستاذ يوسف، لكن في الأردن نعم، يعني اسمح لي فقط بسؤال، يعني رغم الضائقة المالية واستمرار الجائحة الصحية، إلا أنه في مراكز تجارية عم تشهد حركة أعلى نسبيا من الفترة الماضية، كيف ممكن يتم تفسير هذا الموضوع؟ نعم، يعني هلا يوجد تفسير لهذا الموضوع. يعني يوجد هنالك بعض، يعني مثلا لنأخذ الأردن مثلا مثال خلال الفترة الماضية. الآن تشهد الأسواق طبعا طلب نشط يختلف يعني وأفضل، لأن في الفترة الماضية
الأردن تم إخضاعه لمجموعة من الإجراءات الوقائية، وحتى بالعيد الماضي كان هنالك إغلاق، وبالتالي لم يتم إنفاق الأموال على أسواق التجزئة أو من المواطنين، وبالتالي احتفظ المواطنين. صحيح أن هنالك طبعا تخفيض في بعض الرواتب والاقتطاعات من قبل القطاع الخاص أو غيرها، لكن هنالك كان بالتوازي السير من قبل البنك المركزي الأردني، وهو السياسة وهو الذي يمثل السلطة النقدية في البلاد، منذ بداية أزمة كورونا باتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لاحتواء أثر أزمة كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني. هذا المجال حمى الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد. نعم. فمثلا الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الإغلاق كان هنالك طبعا عدم مقدرة أو عدم قدرة على تدفق السيولة ودفع الرواتب لموظفيها. نعم. وبالتالي تم إمداد تلك الشركات ضمن برامج محددة، وخصوصا في مجال بند الرواتب إلى ذلك المجال. أما بالنسبة للأفراد سواء كانت قروض شخصية أو قروض تجزئة، كان هنالك تأجيل لثلاثة أشهر بمقدار 1.2 مليار دينار أردني لهؤلاء الأفراد، بالتالي يعني جعلت نوعا ما توازن ما بين أثر جائحة كورونا وبين البرامج التي اتخذها الأردن، وبالتالي جميل. الحفاظ على الصحة، صحة المواطنين، نعم، وأيضا الحفاظ على يعني استمرارية الحالة الاقتصادية. نعم صحيح سيد يوسف، يعني في كثير من الحكومات كان عندها السيولة والقدرة أنها تساعد أو تشيل جزء من هذا الحمل، ولكن ماذا عن الدول النزاع؟ يعني بطبيعة الحال هي بتعاني من التداعيات يعني صحية مختلفة بعد حالة أو أزمة كورونا، ولكن بطبيعة الحال هي بتعاني اقتصاديا، كيف بيكون الحال فيها خلال هذه المواسم؟ يعني يوجد حاليا أزمة خانقة في بعض الدول. طبعا يعني يوجد ملذات لهذه الدول للمساعدات من خلال الاستفادة من يعني برامج، مثلا على سبيل المثال برامج إصلاح من صندوق النقد الدولي إحدى الوسائل، وقد عرض صندوق النقد الدولي يعني مبالغ كبيرة لمساعدة بعض هذه الدول لتجاوز هذه الجائحة والتداعيات الناجمة عنها، لكن يعتمد في كل بلد على طبيعته. يعني هنالك بلدان يعني يتم الاتفاق معها على شيء معين ولا يتم تنفيذه أو لسبب لآخر. بالنسبة لمحركات النشاط الاقتصادي في الأوضاع الراهنة صعبة، يعني القطاعات التي تتحرك هي قطاع الدول المنتجة أو الدول التي استطاعت أن تبدأ منذ البداية في تأمين أولا وصول الإمدادات إليها ومنع طبعا انهيارات في اقتصادياتها، حتى يتسنى لها طبعا التماشي أو حماية اقتصادها وحماية شبكات الأمان الاجتماعي لديها ولمواطنيها. لذلك هذا الأثر ينعكس على المالية العامة. المالية العامة في معظم الدول العربية تشهد ارتفاعات في المديونية سواء النفطية أو غير النفطية. كل تلك المعطيات تشكل أدوات لطبعا مساعدتها وتمكينها من أجل الولوج في هذه هذه الأزمة. نتمنى أن يعني الأزمة تنتهي هذه الأزمة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، وأن يعم السلام كمان في بلاد النزاع. ويعني اسمح لي أقول لك كل عام وأنت بخير بقدوم عيد الأضحى المبارك. كنت معنا المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة، شكرا لك، صحة وسلامة. عموما نالين، يعني بعد جولتنا الموسعة على أكثر من بلد عربي كنا حتى بنتعرف على حركة الأسواق فيها، كنا بنشوف أنه مهما حاولوا أنه في يكون تحقيق موازنة بين الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي تفضل هذه المعادلة صعبة. يعني من جهة جائحة صحية لزام على الحكومة أنها تسيطر عليها وتمنع قد ما تقدر من انتشار هذه العدوى، ومن جهة ثانية آلاف المواطنين للأسف فقدوا وظائفهم وكان مصدر رزقهم الوحيد أو الأساسي بسبب إغلاق وتدهور الأوضاع. يعني رؤى، بالإضافة إلى ذلك زي ما إحنا ذكرنا في بداية الحلقة عن موضوع لبنان وعن أنه راح يصير فرض وإغلاق كامل للبلاد خلال العيد، لكن هنا أنه نتحدث
ونرجع بنحكي أن لبنان ليس الوحيد بهذا القرار، فمثلا العراق يسير بنفس الاتجاه بعدما أعلنت الحكومة حظر تجول شامل من يوم الخميس المقبل وحتى 9 أغسطس لضمان عدم تفاقم الحالة وكسر انتشار العدوى. لكن هذا النوع من القرارات يؤثر أيضا على الاقتصاد والعمال ويحد من انتعاش الأسواق والحركة التجارية خلال الفترة المقبلة. يعني احنا ذاك العيد هم قعدنا وهذا العيد هم راح نقعد في البيت 10 أيام. يعني ما نقول غير شيء لك الله يا الفقير، يعني قرارات ولازم نمشي بيها، ما تمشي بيها تتعرض للمساءلة. احنا ناس كسبة، ناس عمال، أجور يومي، يعني والله العظيم دمرنا، لا مي أكو لا كهرباء أكو، وإننا شغل هم ماكو. يعني هسه الحظر ما يصير هيجي، أخذوا مال العيد طول المجال خلينا نشتغل على باب الله. الحظر الشامل أنا أشوف إجراء صحيح، لأنه إحنا قبل هذا الحظر والإصابات عندنا أعدادها كبيرة وحالات الوفاة كثيرة، فنتمنى تكون إجراءات أقوى وبحزم أكثر. حتى نعرف الحال في العراق بتفاصيل أكثر ينضم إلينا من بغداد مراسلنا أسعد زلزلي. أهلا وسهلا فيك وصباحك سعيد أسعد. يعني كيف راح يأثر قرارات أو راح تأثر قرارات حظر التجول والإغلاق خلال موسم العيد على الحركة التجارية؟ نعم، بداية صباح الخير وأيامكم سعيدة كلام وأنتم خير. يعني العراقيون ورغم الظروف الصعبة وظروف الوباء التي ألقت بظلالها كثيرا على الواقع الاقتصادي العراقي، إلا أنهم ارتادوا بكثرة خلال هذا الأسبوع وبعد إعلان الحكومة العراقية منذ أسبوعين فتح الأسواق والمولات أمام المواطنين للتبضع. كانوا يرتادوا هذه الأسواق، يرتادون هذه الأسواق والمولات بشكل كبير خلال الأيام الماضية للتحضير والاستعداد وشراء ما يمكنهم شراءه قبل قدوم أيام العيد الذي أعلنت فيه السلطات الحكومية العراقية عن فرض حظر تجوال شامل لمدة 10 أيام تبدأ من أول أيام العيد وتنتهي بعد انتهاء. لذلك هم بدأوا بالتحضير لهذه الأيام وشراء كل المستلزمات الضرورية والمطلوبة في ظل الظروف الصعبة التي مرت عليهم وألقت بظلالها. يعني نسب الفقر ارتفعت وقفزت قفزة كبيرة من 22% قبل بدء الجائحة وظروفها على العراق إلى 32% حسب ما أعلنت وزارة التخطيط قبل أيام قليلة. بالمقابل أيضا هناك شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين الذين يخشون على عدم الحصول على رواتبهم بعد الظروف الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. لذلك هناك قلق لربما بين أوساط الموظفين والمتقاعدين الذي يبلغ أعدادهم بين 5 إلى 6 مليون مواطن يحصلون على الإعالة من الحكومة أو على الرواتب من الحكومة إلى جانب رواتب الرعاية الاجتماعية. كل هؤلاء يعيشون بقلق هذه الأيام، فالرواتب حتى الآن لم توزع بشكل كامل على كل الموظفين. نعم، يعني إحنا عم نتحدث عن نسبة وزيادة جدا ضخمة في أعداد الفقر، لكن يعني هون إحنا عم نتحدث عن محاولة لتحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد، واللي هو يعتبر من أصعب التحديات اللي ممكن تمر فيها أي دولة، وخاصة لما بدنا نحكي عن العراق. يعني إلى أي مدى يمكن الاقتصاد العراقي أن يتحمل تبعات الجائحة الصحية حسب رأيك؟ يعني خلال الأيام الماضية الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الخطوات المختلفة، على رأسها يعني تأمين عودة المنافذ الحدودية إلى سيطرة الدولة، وهذه المنافذ تدر على العراق بحدود 9 مليار دولار سنويا كانت ضايعة في خزائن الفساد وسيطرة جهات مسلحة على هذه المنافذ، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على المواطنين. لذلك تسعى الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات أكثر صرامة لمحاولة يعني تأمين الوضع الاقتصادي وعدم انهياره بعد انخفاض أسعار النفط. يعني العراق يصدر شهريا أكثر من 2 مليار دولار عائدات نفطية، بينما فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين وكل هذه الاحتياجات التي تحتاجها الحكومة تصل إلى 4 مليار. لذلك هناك يعني تدهور في الأوضاع الاقتصادية، يقابلها أيضا أوضاع الجائحة التي ألقت بظلالها من خلال غلق المحلات وغلق الأسواق الشعبية وغلق المولات. والرغم على الرغم من كل الظروف الاقتصادية والظروف الصحية، أن المواطنين هم متلهفين كانوا لعودة الأسواق وانهالوا بشكل كبير خلال الأيام الماضية على ارتيادها وعلى الشراء وعلى التحضير لأيام العيد. الوضع الاقتصادي في العراق عموما هو حتى هذه اللحظة ورغم كل نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا اليوم مراسل الحرة من بغداد أسعد زلزلي، شكرا لك.
يعني زي ما شفنا هذا كان حال العراق وحال العديد من الدول، لكن ماذا عن السودان؟ لكن بموضوع نوعا ما مختلف وهو الثروة الحيوانية. على الرغم من أنه السودان بتتمتع بثروة حيوانية هائلة تقدر بأكثر من 130 مليون رأس من الماشية، تشهد أسعار الأضاحي في أسواق الخرطوم مثلا ارتفاعا تتراوح بين 150 إلى 200 دولار للرأس الواحد، كلفة لا تبدو هينة على الفقراء ومحدودي الدخل في ظل اقتصاد متدهور. نتابع. على الرغم من تمتع السودان بثروة حيوانية هائلة تقدر بأكثر من 130 مليون رأس من الماشية، تشهد أسعار الأضاحي في أسواق الخرطوم مثلا ارتفاعا تراوح بين 150 إلى 200 دولار للرأس الواحد، كلفة لا تبدو هينة على الفقراء ومحدودي الدخل في ظل اقتصاد متدهور. العيد الفات طبعا البهايم كان في الرينج بتاع 8-10 كده يعني في الحتة دي، لكن هسه اتضاعفت يعني الأسعار اتضاعفت والناس ذاتها متخوفة عموما. المفارقة أنه ومع شكاوى الناس من غلاء أسعار الأضاحي تبدو أسواق الماشية مليئة بأعداد كبيرة منها بعدما توقفت صادرات الماشية هذا العام بسبب جائحة كورونا. وفرة المعروض لم تؤدي إلى كبح جماح غلاء الأسعار كما هو متوقع، ويرى بعض التجار أنه ليس بمقدور الحكومة فعل شيء يذكر في ظل انتهاجها سياسة التحرير الاقتصادي، وأنه توجد أسباب أخرى وراء موجة الغلاء. الترحيل غالي، والعلف غالي، والراعي غالي، والأكل غالي، وأي شيء غالي. مسألة غلاء أسعار الماشية وفق خبراء ستبقى كما هي ما لم تتخذ بشأنها مبادرات استثمارية مبنية على أساس ما أبرم من اتفاقات للتكامل الاقتصادي بين السودان والدول العربية. ففكرة إنشاء حظائر كبيرة مثلا لتسمين الماشية بغرض توفير اللحوم للاستهلاك المحلي والتصدير قد تساهم في الحل. هناك مشاريع يمكن أن تخفف ولكنها لا تحل، اللي هو مشاريع التسمين وغيره. الحل في إنتاج مستدام، في يعني اللي نحن نقول عليه sustainable supply، يعني إمداد مستقر مستمر، فيه جودة وفيه سعر مناسب وفيه استمرار. وفي خضم هذا الواقع الذي تفاقم جراء خلل في السياسات والمضاربات حرم كثيرون من الحصول على أضحيتهم. عيد الأضحى أو كما يحلو لكثير من السودانيين تسميته بالعيد الكبير، مناسبة ترتبط فرحة الأسر فيها إلى حد كبير بإمكانية الحصول على الأضحية من عدمه، ولذلك تبدو الحاجة أكثر إلحاحا لتدخل الدولة بإجراءات لخفض الأسعار. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. بكم من جديد مشاهدينا. على غرار احتفالات المسلمين في العديد من الدول، يتحضر مسلمو فرنسا لإحياء عيد الأضحى وسط استمرار تفشي فيروس كورونا الذي فرض نفسه في ظل الطلب والتمسك بالإجراءات التي فرضتها الحكومة الفرنسية. كيف نتابع؟ يهل عيد الأضحى فرنسيا وسط استمرار تفشي وباء كورونا الذي أجبر المسلمين الفرنسيين والمهاجرين على تغيير عاداتهم، وإن كانت المساجد مفتوحة ولكن في ظل إجراءات صارمة حتى فريضة الحج غابت. إنه عيد استثنائي. هذا العام العيد الكبير صعب، إذ لن نجتمع لإحيائه في أماكن العبادة، سنحييه مع الأقرباء. تغييرات كثيرة حصلت هذا العام بحيث لن نتمكن من إحياء العيد كما في السنوات الماضية. أيضا هذا العام اضطرت غالبية المسلمين وهم يقارب 8 ملايين مسلم إلى البقاء في فرنسا وعدم إحياء العيد في أوطانهم بسبب إغلاق معظم حدودها. اعتدنا أن نقضي الصيف في البلاد بعد أن نوفر الأموال اللازمة للإجازة لرؤية الأهل وإحياء العيد إذا ما صادف في الصيف، لكن هذا العام بقينا في فرنسا والوسيلة الوحيدة لمعايدتهم هي الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. عادة العيد الناس ينظرون يذهبون ليقتربوا يعني عائلة يتم، لكن في هذا العام سيختلف الأمر، يعني أظن بأن الأمر لا يكون سهلا.
ومن التغييرات اللافتة في عيد الأضحى أن عملية شراء الأضاحي تأقلمت مع كورونا وأصبحت تتم عبر الإنترنت والهاتف من خلال شركات متخصصة ازدهرت هذا العام. أكثر من 8 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا وهم يمارسون طقوسهم بحرية على الرغم من حملات اليمين المتطرف الذي لا يترك فرصة إلا ويهاجمهم منتقدا تسامح الحكومة بحجة أن فرنسا دولة علمانية. توني شمي، الحرة، باريس. يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم في الصعود إلى مشعر منى لقضاء اليوم أو يوم التروية بعد أن قضوا ساعاتهم الأخيرة في العزل في فنادقهم بسبب فيروس كورونا المستجد. ويشارك نحو 10,000 مقيم في المناسك التي تتواصل على مدى 5 أيام مقارنة بنحو 1.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي بعد عملية لاختيار تمت من قبل السلطات. نعم، وزارة الصحة بدورها اتخذت إجراءات صارمة لتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، من بينها توفير عيادات متنقلة متكاملة لمرافقة الحجاج خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في موسم الحج لهذا العام. وسيكون موسم الحج هذا العام فترة حزن لمسلمين كثيرين في أنحاء العالم حرموا من السفر للسعودية لأداء الفريضة، ومنهم نادر وباسمة الجمل من الضفة الغربية. نتابع. حزن شديد يخيم على هذا البيت بعد اختيار عدد محدود من الحجاج لأداء المناسك في ظل فيروس كورونا. فبعد انتظار دام ل10 سنوات على أمل الفوز بفرصة أداء فريضة الحج، كان كل من نادر الجمل وشقيقته باسمة يعتزمان أداء الفريضة هذا العام، لكن الفرحة لم تكتمل بعد ظهور جائحة فيروس كورونا التي غيرت القواعد هذه المرة. والله للأسف كان أوليتها حزنت كثير لدرجة أني لما أشوف الكعبة وأشوف هذا بصير أبكي. سبحان الله، شو أول شوقوني وقالوا لي طلعت لك حجة وفرحت وانبسطت وحليت هالحوالي، ولمنهم عاودوا قالوا فيش طلوع للحجة وجددنا جواز هالسفر والهوية، إنه سبحان الله إشي من جوات الواحد زي الغصة هيكت. وقد قصرت السلطات السعودية عدد المسموح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام على نحو 1,000 شخص فقط من داخل المملكة، على أن يكون 70% منهم من الأجانب المقيمين في البلاد. الأرقام هذه أصابت باسمة وغيرها من الملايين بخيبة أمل وصدمة كبيرة بعد حرمانهم من أداء الحج هذا العام. أما نادر سائق سيارة الأجرة، كان يدخر المال منذ نحو 10 سنوات ليتمكن من السفر من الضفة الغربية إلى مكة لأداء فريضة الحج قبل أن يحدث ما لم يكن في الحسبان. فتحوا باب التسجيل يمكن للحج قبل 8 سنوات أو 10 سنوات، فقمت بالتسجيل أنا وشقيقتي يعني للحج، ولي 10 سنين بتابع وما شاءش ربنا أنه نطلع. فالسنة كان ميعادنا أنه نطلع نحج، ولكن للأسف مع جائحة كورونا ربنا ما رد. معادة ما يؤدي الفريضة نحو 1.5 مليون مسلم كل عام خلال موسم الحج الذي يستمر أسبوعا بدءا من اليوم. تخيلي يا رؤى أنه 3 ملايين حيوان تأثر بالحرائق التي اندلعت بين عامي 2019 و2020، وهذه دراسة تم إجراءها من قبل علماء أستراليون، قالوا مؤخرا أنه تجاوزت التقديرات أكثر بكثير من الرقم المذكور وهو أكثر من 1 مليار حيوان. طبعا يمكن إحنا شفناها ورصدناها خلال الأيام اللي فاتت أو السنين اللي فاتت، وكان يعني الحرائق جدا مهولة وما كانت تخطر على بال الواحد عموما. يعني هذا الخبر من عدة أخبار سنشاهدها معا في جولة إخبارية منوعة حول العالم نتابعها. With no less than 17 windows to give future space travelers a view from every possible angle, plus high-tech custom-fit chairs that strap in tightly for G-force speeds, and a mirror in the back of the cabin to show passengers what they look like floating once they leave the Earth,
Richard Branson's space travel company, Virgin Galactic. And I'm going to start the bidding here at £10 million. £10 million. £10,500,000 now. £10,500,000. At £10,500,000. At £10,500,000. £11 million. Thank you, Liz. At £11 million. £11,500,000. So we're now with Andrew, £11,500,000 now. At £12,100,000. Still with Sam at £12,100,000. There it is. And against you, Liz, at £12,100,000. Still with Sam here. At £12,100,000. سؤالنا لكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم سيكون: هل تعتقد أن جائحة كورونا غيرت من أشكال الإتجار بالأشخاص؟ شاركونا إجاباتكم على صفحة برنامج اليوم على الفيسبوك. ووصلنا بهذا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا تراسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج. في أمان الله. والآن وقفة مع أهم ما جاء في حلقة اليوم.